ورجعنا لكم تاني. دلوقتي هناخد الابسوليوت فاليو انيكواليتي اللي خدناه اللي فاتت. انيكواليتي ايكواليتي او ايكويشن اللي هي ايه؟ ان الحاجات قد بعض. ابسوليوت فاليو ايكوال كلام، ابسوليوت فاليو ايكوال كلام. دلوقتي هناخد ابسوليوت فاليو بيجر ذان ليس ذان، بيجر ذان اور ايكوال ليس ذان اور ايكوال. طيب دي اسهل من اللي فاتت بكتير، اسهل من اللي فاتت بكتير قوي 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 فوق ما انت تتخيل. ليه؟ هم اربع قوانين بنحفظهم. ايه الاربع قوانين؟ قال لي لو انا معاه في السؤال، لو قال لي في السؤال ابسوليوت فاليو للاكس للزان الاي، ولو قال لي ابسوليوت فاليو للاكس للزان اور ايكوال اي، ولو قال لي ابسوليوت فاليو للاكس بيجر زان اي، ولو قال لي ابسوليوت فاليو للاكس بيجر زان اور ايكوال اي. اربع حاجات احفظهم، اربع حاجات احفظهم. طيب والله لو قال لي بيجر اكس للزان الاي حطها في النص، يعني هتبقى الاكس للزان اي بيجر زان نيجاتيف اي. تاني لو ابسوليوت فاليو للاكس للزان الاي حط الاكس في النص ما بين النيجاتيف اي والاي. طب لو قال لي للزان اور ايكوال عادي مفيش مشكله، للزان اور ايكوال اي بيجر زان اور ايكوال نيجاتيف اي. طب معلش لو قال لك بقى ابسوليوت فاليو للاكس اكبر من ايه، يعني اكبر من رقم، هتقول لي ايه؟ هتقول لي مره الاكس بيجر زان الاي ومره الاكس للزان نيجاتيف اي. لما يقول لي الاكس بيجر زان اور ايكوال ايه، تقول لي اكس بيجر زان اور ايكوال ايه او اكس للزان اور ايكوال نيجاتيف اي. تاني لما اقول لك اكس للزان الايه، اكس للزان الايه، فتقول لي الاكس ما بين النيجاتيف اي والايه، اكس للزان ايه، اكس ما بين النيجاتيف اي والايه، اكس للزان اور ايكوال ايه، الاكس للزان اور ايكوال الايه بيجر زان اور ايكوال نيجاتيف اي، حطها ما بين الايه والنيجاتيف اي. اكس للزان 3 يبقى الاكس ما بين ال 3 والنيجاتيف 3، اكس للزان اور ايكوال 3 يبقى الاكس ما بين ال 3 والنيجاتيف 3 بس فيها اور ايكوال. تاني بقى بالراحه. تاني بقى بالراحه، اكس للزان الاي يبقى الاكس ما بين الاي والنيجاتيف اي، اكس للزان اور ايكوال اي يبقى الاكس للزان اور ايكوال الاي بيجر زان اور ايكوال نيجاتيف اي. خلي بالك الاكس بتكون ما بين الرقم ونيجاتيف الرقم في للزان. طب في حاله البيجر زان بعمل ايه؟ والله لو قال لي الاكس بيجر زان رقم يبقى الاكس بيجر زان الرقم وللزان نيجاتيف الرقم. ابسوليوت فاليو للاكس ده كله ابسوليوت فاليو، ابسوليوت فاليو للاكس، ابسوليوت فاليو للاكس، ابسوليوت فاليو للاكس، ابسوليوت فاليو للاكس. طيب لما اقول لك ابسوليوت فاليو للاكس بيجر زان اور ايكوال ايه، فهتقول لي اكس بيجر زان اور ايكوال ايه، اكس للزان اور ايكوال نيجاتيف ايه. دول في حاله البيجر زان، دول في حاله اللزان. طب عشان اسهلها عليك اكتر، لما الاقي الاكس ما بين النيجاتيف ايه والايه يبقى السوليوشن سيت بتاعتك اوبن انترفال من نيجاتيف ايه لحد الايه. طب نيجاتيف ايه للزان اور ايكوال اكس للزان اور ايكوال الايه، يبقى السوليوشن سيت بتاعتك كلوزد انترفال من نيجاتيف ايه لحد الايه. ركز في دول بقى عشان دول هيلخبطوك. لو الاكس بيجر زان الايه يبقى السوليوشن سيت بتاعتي ار ديفرنس، لو هي مفيش ايكوال يبقى كلوزد انترفال من نيجاتيف ايه للايه. طب لو هي في اور ايكوال يبقى السوليوشن سيت بتاعتك ار ديفرنس اوبن انترفال من نيجاتيف ايه لحد الايه. قشطه اكتبهم عندك، خدهم سكرين، اعمل اللي انت عايزه، المهم احفظ دول. معلش لازم افنن. طيب نقول تاني بقى، احفظ الاربعه دول. احفظ الاربعه دول. تمام تعال نطبق الاربعه دول على الاسئله، تعال نطبق الاربعه دول على الاسئله دلوقتي. يلا بسم الله تعال نشوف الاسئله. اول سؤال عندي بيقول لي ابسوليوت فاليوز اكس ماينس 3 للزان اور ايكوال 5، للزان بحط الحاجه في النص، للزان بحط الحاجه في النص، يعني يعني اكس ماينس 3 هتبقى للزان اور ايكوال 5 بيجر زان اور ايكوال نيجاتيف 5.
طب يا مستر الاسئله دي بتتحل ازاي؟ حبيبي خلي الاكس لوحدها، خلي الاكس لوحدها. ازاي؟ هقول له انا دي اكس ماينس 3 هعمل كله بلس 3 عشان اطير ال 3، اعمل كله بلس 3. طب ماشي عملت كله بلس 3، هنا بقت نيجاتيف 5 بلس 3 نيجاتيف 2 ليس ذان اور ايكوال، الاكس ليس ذان اور ايكوال 5 بلس 3 8، وهنا ال 3 راحت مع ال 3. الاكس ما بين النيجاتيف 2 وال 8، يبقى الريليشن سيب بتاعتك هنا ايكوال كام؟ هنا في اور ايكوال كلوزد انترفال من نيجاتيف 2 لحد ال 8، هنا من نيجاتيف ايه لحد ال 8. تمام؟ تمام. طب تعالى نشوف اللي بعدها. ابسوليت فاليو اكس ماينس 3 بيجر ذان اور ايكوال 5. حبيبي بيجر ذان اور ايكوال، حته وحته. اكس ماينس 3 بيجر ذان اور ايكوال 5 واكس ماينس 3 ليس ذان اور ايكوال نيجاتيف 5. هات الاكس لوحدها، هات الاكس لوحدها، ودي ال 3 الناحيه الثانيه، يبقى الاكس بيجر ذان اور ايكوال 8. طب هنا ودي ال 3 الناحيه الثانيه، الاكس ليس ذان اور ايكوال نيجاتيف 2. مش حافظ الاجابات عادي، تعالى دي الارقام اللي اكبر من ال 8، فواحد قال لي يا مستر كده من ال 8 للانفينيتي. طب وهنا اللي اصغر من نيجاتيف 2، يعني من نيجاتيف انفينيتي لحد نيجاتيف 2. عايز بقى اجيبهم الاثنين مع بعض، فواحد عمل نمبر لاين عشان بيتلخبط، قلت له ماشي تعالى دي من ال 8 لحد انفينيتي، طب ودي من نيجاتيف 2 لحد انفينيتي. تعالى بقى هات لي النمبر لاين كله مع بعض، هتقول لي سوليوشن سيت هو ايكوال كل النمبر لاين يعني اور ماينس، ماينس مين بقى؟ الحته اللي فاضيه في النص، الحته اللي فاضيه في النص من فين لفين؟ من نيجاتيف 2 لل 8 صح؟ يبقى من نيجاتيف 2 لل 8، وكده كده نيجاتيف 2 8 مش معاهم، يبقى دي اوبن ودي اوبن. انا حافظها ازاي بقى؟ لو هنا اور ايكوال يبقى هنا ار ديفرنس تبقى العكس، المفروض لو ايكوال تبقى كلوزد، ار ديفرنس العكس، ار ديفرنس بتبقى اوبن. تمام يا معلم؟ تمام. مش عارف احفظها، احفظ طريقه الاجابه بس. قشطه قشطه. تعالى 2x بلس 5 بيجر ذان 3، 2x بلس 5 بيجر ذان 3. الله، هقول له مره 2x بلس 5 بيجر ذان 3، المره الثانيه 2x بلس 5 ليس ذان نيجاتيف 3. وبعدين هات الاكس لوحدها وادي ال 5 الناحيه الثانيه، 2x bigger than 3 minus 5 negative 2 divided 2 divided 2 الx bigger than negative 1. كمل. تعالى الناحيه الثانيه 2x plus 5 less than 3، وادي ال 5 الناحيه الثانيه 2x less than negative 3 minus 5 negative 8 divided 2 divided 2 الx less than negative 4. دي اني واحده هي دي، يبقى السوليوشن سيت بتاعتي كام وكام؟ اجي اقول لك بقى ار ديفرنس، هنا مفيش اور ايكوال يبقى كلوزد من نيجاتيف الرقم الصغير الاول وبعد كده الكبير، الصغير الاول وبعد كده الكبير، الصغير الاول وبعد كده الكبير، مين الصغير؟ نيجاتيف 4، ادي نيجاتيف 4 وبعد كده الرقم الكبير نيجاتيف 1. تاني تاني 3 ماينس اكس ليس ذان 7. مستر الاكس تنكا ما تحبش الحركه دي، يعني تحب بقى مصر تحب تركب قدام، ادي اكس ماينس 3 ليس ذان 7. طب دي كنت بتفكها ازاي؟ بتقول لي كده بقى اكس ماينس 3 ليس ذان، بحطها في النص، ادي 7 وادي نيجاتيف 7. عايز اطير ال 3 اعمل كله بلس 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 نيجاتيف 7 بلس 3 نيجاتيف 4. 3 هتروح مع 3 اللي هيتبقى اكس 7 بلس 3 10، يبقى السوليوشن سيت بتاعي كام؟ كام وكام؟ اوبن انترفال من نيجاتيف 4 لحد 10. بالله عليكم صعبه؟ طب تعالى نشوف اللي بعدها، تعالى نشوف اللي بعدها. ايه ده؟ ابسوليت فاليو جواها كلام غريب ليس ذان ال 4، حطها في النص. اكس ماينس 3 اوفر ال 4 ليس ذان اور ايكوال 1 بيجر ذان اور ايكوال نيجاتيف 1. انا بطير الحاجه بعكسها، يعني ايه بطير الحاجه بعكسها؟ يعني لو هي 5 بعمل ماينس 5، لو هي تايمز 2 بعمل ديفايدد 2، طب لو هي ديفايدد 4 اعمل كله تايمز 4 تايمز 4 تايمز 4 تايمز 4، يعني نيجاتيف 4 ليس ذان اور ايكوال ال 4 راحت مع ال 4 يبقى اكس ماينس 3
less than or equal 1 times 4 4. طب تعالى عايز اطير ال 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 نيجاتيف 4 بلس 3 نيجاتيف 1 less than or equal x less than or equal 4 بلس 3 7 يبقى السوليوشن سيت بتاعي كام وكام؟ كلوزد انترفال من نيجاتيف 1 لحد 7. تعال نشوف اللي بعدها 3x بلس 2 بلس 5 less than 4 ودي ال 5 الناحية التانية عشان الابسيت فاليو تبقى لوحدها. هتقول لي 3x بلس 2 less than 4 minus 5 نيجاتيف 1. ركز. هتقول لي بقى احطها في النص مش هينفع ليه؟ يا ابني ابسوليت فاليو ايه اللي اصغر من رقم نيجاتيف؟ ما ينفعش الابسوليت فاليو تبقى اصغر من رقم نيجاتيف. ليه؟ عشان الابسوليت فاليو بتطلع ارقام بوزيتيف بالدماغ كده، ابسوليت فاليو بتطلع ارقام بوزيتيف، فما ينفعش رقم بوزيتيف يبقى اقل من نيجاتيف 1. ازاي ما ينفعش؟ ولا ينفع يبقى ايكوال لنيجاتيف 1 اصلا. يبقى على طول هنا من غير ما احل السوليوشن سيت هنا ايكوال كام؟ بالصلاه على النبي 5. قشطه عليك قشطه عليك. تعال نشوف اسئله ثانيه تعال نشوف اسئله ثانيه تعال نجيب الرسالة بعد كده. السؤال بيقول لي 1 على absolute value 3x bigger than or equal 5. خلي بالك ال absolute value تحت مش فوق، تحت مش فوق. هعمل ايه؟ حبيبي شقلب 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 كله. يعني ايه شقلب كله يا مصر؟ بيجي لي 1 على absolute value اه انا شقلبها بقت 3x جوه ال absolute value over 1. طب ودي بدل 5 تبقى 1 على 5، انا شقلبت السؤال كله صح؟ اه بدل دي بيجر زانو ريكوال تبقى ليه زانو ريكوال. قشطه شقلبت كل السؤال؟ اه شقلبت كل السؤال. بعدين حل عادي بقى. هي في ليه زان كنت بعمل ايه؟ كنت بقول له يا مصر بتبقى 3 اكس اهي ليه زانو ريكوال 1 على 5 بيجر زانو ريكوال نيجاتيف 1 على 5. جدع. بعدين هعمل كله ديفايدد 3، اعمل كله ديفايدد 3. طب ماشي اعمل كله ديفايدد 3. نيجاتيف 1 على 5 ديفايدد 3 نيجاتيف 1 على 15 بيجر ذان اور ايكوال 3 مع 3 يبقى اكس 1 على 5 ديفايدد 3 1 على 15. فواحد طيب راح قايل لي يا مستر السوليوشن سيت بتاعتي كده ايكوال من نيجاتيف 1 على 15 لحد ال 1 على 15. قلت له جدع تنقص. ليه انقص؟ هسألك سؤال، مش ده فراكشن؟ اه ما ينفعش يبقى في زيرو تحت؟ اه. طب ما هي الزيرو موجوده تبع الارقام دي. طب يا مستر ايه الرقم اللي عاطي بيه تحت يديني زيرو؟ هو الزيرو. فانا ما ينفعش اقعد تحت بزيرو، فانا رحت قايل له كده على جنب 3x ايكوال زيرو، يعني الاكس طلعت بزيرو، يعني انا ما ينفعش اعوض بزيرو. ما ينفعش يبقى في السوليوشن سيت زيرو. ده امتى بعمل الحركه دي؟ في الفراكشن. لما يبقى فراكشن تحت ما ينفعش يبقى زيرو، يبقى اقول له ماينس زيرو. ليه قلت ماينس زيرو؟ عشان ما ينفعش يبقى في زيرو تحت. يبقى الانترفال بتاعي من نيجاتيف 1 على 15 1 على 15 بس شيل منه الزيرو. سؤال تاني 1 على ابسوليت فاليو بيجر ذان 2 شقلب كله شقلب كله يبقى 2 اكس ماينس 3 بدل بيجر ذان تبقى لزان 1 على 2. طب لزان بعمل ايه؟ بحطها في النص. ادي يا عم 2 اكس ماينس 3 less than bigger than half negative half. طب يلا ودي ال 3 الناحيه الثانيه اعمل كله بلس 3 اعمل كله بلس 3 عشان طلعت نيجاتيف 3. طب نيجاتيف half بلس 3 طلعت بكام؟ بنيجاتيف لا ب 5 على 2 ب 5 على 2 less than 2x less than half بلس 3 طلعت بكام؟ ب 7 على 2. طب عايز اطير ال 2 اعمل كله ديفايدد 2 5 على 2 ديفايدد 2 طلعت ب 5 على 4 less than الاكس less than 7 على 4. ما انا عملت كله ديفايدد 2. طيب لو واحد كتب السوليوشن سيت بتاعتك ايكوال اوبن انترفال 5 على 4 لحد 7 على 4 لسه برضه انا مش متاكد من الاجابه. ليه؟ علشان ما ينفعش تحت يبقى بزيرو. امتى تحت يطلع بزيرو؟ تروح قايل لي كده بقى 2x minus 3 equal 0 2x equal 3 الx equal 3 على 2. يبقى تقول له difference 3 على كام؟ على 2. طيب يا معلم امتى اعمل الحركه دي؟ لما الابسوليت فاليو يبقى تحت في الفراكشن، لما الابسوليت فاليو يبقى تحت في الفراكشن. طب تعال نشوف اللي بعده.
absolute value 2x minus 3 plus 3 bigger than 7. ودي 3 الناحية التانية. absolute value 2x minus 3 bigger than 7 minus 3 4. 2x minus 3 bigger than 4. 2x minus 3 less than negative 4. وحل دي لوحدها وحل دي لوحدها. طيب ودي النيجاتيف 3 الناحية التانية. يبقى 2x bigger than 4 plus negative 4 plus 3 7. يبقى ال x bigger than 7 على 2. تعالى هنا ودي النيجاتيف 3 الناحية التانية بال بلس. يبقى 2x less than negative 1. يبقى ال x less than negative 1. طب في حالة ال bigger than بس يبقى r difference closed interval. يبقى السوليوشن سيت بتاعتك r difference closed interval من نيجاتيف هاف لحد 7 على 2. في الانترفال بكتب الصغير الاول بعد كده الكبير. طيب السؤال اللي بعده سكوير روت. الله ما هو السكوير روت ده بقى حفظناه، ده احنا ملينا من الاسئله دي. لو عملت لها فاكتورايز هتبقى اكس ماينس 1 واكس ماينس 1، يعني اكس ماينس 1 باور 2 بيجر ذان اور ايكوال 4. يعني دي هتبقى عاملة ازاي؟ هتقول لي absolute value x minus 1 bigger than or equal 4. طب البيجر ذان بعمل ايه؟ زي السؤال اللي فوق يا حبيبي. x minus 1 bigger than or equal 4. x minus 1 less than or equal negative 4. ودي النيجاتيف 1 الناحية التانية ال x bigger than or equal 5. ودي النيجاتيف 1 الناحية التانية ال x less than or equal negative 3. طب دي اخر واحدة تحت اهي. يبقى السوليوشن سيت بتاعتي ايكوال ار ديفرنس اوبن انترفال نيجاتيف 3 وكام؟ و5. قشطه قشطه. نفس الحركه. ايه دي؟ دي سكوير روت صح؟ هتبقى باور 2 سكوير روت. باور 2 وتحتها سكوير روت تحتها باور 2. ايوه هي دي. البراكت هيبقى اهو 4x باور 2 هتبقى 2x، 3 هتبقى 3. في النص ماينس كتبت ماينس. less than or equal 9. طب دي هتبقى عامله ازاي؟ هتقول لي absolute value 2x minus 3 less than or equal 9. بتتحل ازاي يا مستر؟ تعالى بقى ده احنا شبعنا. 2x minus 3 less than or equal 9 bigger than or equal negative 9. تعرف تكملها انت؟ كملها كملها كملها. absolute value x minus 2 plus 2 minus x. ارجع اقول لك دي زي ما هي اهي. الاكس تنكة ادي اكس ماينس 2 يا مستر. تفاحة وتفاحة تفاحتين هتبقى 2 ابسوليت فاليو اكس ماينس 2 less than 6. طب ما تودي 2 الناحية التانية بالديفايدد. يبقى السؤال اسمه ابسوليت فاليو اكس ماينس 2 less than 3. طب ده بيتحل ازاي؟ اقول لك اكس ماينس 2 اهي ما بين ال 3 والنيجاتيف 3. كملها هعمل بلس 2. السؤال خلص. طب اللي بعده سكوير روت اكس بلس 2 باور 2. لا 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 دي اسمها ابسوليت فاليو اكس بلس 2. ما هو السكوير روت هتروح مع الباور 2 بلس. بس ده ابسوليت فاليو تاني. ركز 2 اكس بلس 4 هتاخد كومن 2 كومن فاكتور. ادي خدت ال 2 اتبقى اكس بلس كام؟ 2 بيجر ذان اور ايكوال 6. ابسوليت فاليو بلس 2 تايمز ابسوليت فاليو هتبقى ما هما زي بعض. ادي 3 ابسوليت فاليو اكس بلس 2 بيجر ذان اور ايكوال 6. ودي 3 الناحيه الثانيه بالديفايد. يبقى ابسوليت فاليو اكس بلس 2 بيجر ذان اور ايكوال كام؟ 3. قشطه قشطه. طيب كده احنا خدنا الابسوليت فاليو انيكواليتي ازاي بيحلها الجبريكالي. تعال نحلها جرافيكالي. طيب اللي خدناه قبل كده ازاي نحل الابسوليت فاليو inequality algebraically، ودي سهلة ان شاء الله. احفظ الاربع قوانين اللي كتبناهم هنا الدنيا هتبقى ماشية معاك سلامسي. طب هنا لا حبيبي تعالى هنا سهلة برضو بس محتاجة تركيز. طب صلى على النبي. تعالى في اي سؤال نيجي نرسمها هات الاول algebraically. زاد التأكيد يا عم ليه؟ عشان الرسمة برضو ممكن لو نزلت في النص كده بين رقمين هتحتاس. حلها algebraically. هتقول لي ايه دي كده absolute value less than 2 يلا حطها في النص x minus 1 less than 2 bigger than
نيجاتيف 2، اعمل كله بلس 1، انا عايز اطير نيجاتيف 1، يبقى دي نيجاتيف 1 اكس 3، ما عملت كل واحده بلس كام؟ 1. يبقى السوليوشن سيت بتاعتي من نيجاتيف 1 لحد 3 اوبن، صح؟ طيب تعالى بقى نشتغل الجبريكالي، بتشتغل ازاي؟ قال لي برسم كل واحده فيهم، قلت له جدع. جرافيكالي. طيب اكس ماينس 1، ابسوليت فاليو اكس ماينس 1 بترسم ازاي؟ حرف الفي ازاي؟ في كده؟ لا، ما هي ماينس 1 جوه الرسمه، تروح يمين خطوه، رحت رايح يمين خطوه، رحت عامل حرف الايه؟ الفي. قشطه؟ قشطه. 2 دي ارسمها، ما انا برسم من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، طب يلا ارسمها. لما اجي ارسمها ادي 1 ادي 2، هوبا رحت عامل خط كده. قشطه عليك؟ قشطه عليك. ماشي. قشطة عليك، صل على النبي بقى وركز في اللي هقوله. بص يا مصطفى، نقول مثلا ان الرسمة دي اسمها F of X والرسمة دي اسمها G of X. الرسمة اللي F of X دي هي اللي بالازرق، يبقى دي هي F of X، والرسمة اللي بالاسود هي اسمها كام؟ G of X. ببص على الرسمة كده لقيت ان هي هنا نازلة، ادي 1 ادي 2 ادي 3، ولقيتها هنا نازلة عند نيجاتيف 1. قشطة. طيب لما انا اقول لك ان الرسمه الشمال اصغر من اليمين، يبقى الاجابه بتاعت الشمال اصغر من الاجابه بتاعت اليمين، يبقى ده معناه ان رسمه اليمين كبيره عاليه فوق والصغير قليل صغير تحت. طب انا بقول لك انا عايز الحته اللي موجوده في الرسمه اللي فيها الرسمه دي تحت والرسمه دي فوق، يعني الاسود يبقى تحت، الازرق يبقى تحت، والاسود يبقى فوق. فين؟ ايه ده؟ بص كده الجزء ده اهو، الرسمه اللي بالازرق تحت اهو، واللي بالاسود هي اللي فوق في الجزء ده بس. طب الجزء ده؟ لا العكس، الازرق هو اللي فوق والاسود هو اللي تحت، الازرق هو اللي فوق والاسود هو اللي تحت. فلما اجي اقول لك ان الابسوليت فاليو اصغر من 2، يعني انا عايز الابسوليت فاليو اللي تحت ال 2. الرسمة دي تبقى تحت دي، الرسمة دي تحت دي هنا. طيب الجزء ده كله معاك، ما انت قلت لي بقى من نيجاتيف 1 لحد كام؟ لحد 3، قلت لك الجزء ده كله معاك. قال لك اور ايكوال، ما لو قال لك ايكوال هتاخد النقطة دي والنقطة دي النقطة المشتركة، لا ما قالش اور ايكوال، خلاص يبقى انت واخد الجزء ده كله كده. طب الجزء ده كله من كام لكام؟ يا باشا من نيجاتيف 1 لحد 3 والاثنين اوبن عشان ما قاليش اور ايكوال. قشطه قشطه. تعال نشوف واحده كمان. ابسوليت فاليو 2 اكس ماينس 5 بيجر ذان اور ايكوال 2. والله يا عم الحاج حلها الجبريكالي ازاي؟ مره هتقول لي 2 اكس ماينس 5 بيجر ذان اور ايكوال 2، ومره هتقول لي 2 اكس ماينس 5 ليس ذان اور ايكوال نيجاتيف 2. ودي النيجاتيف 5 الناحيه دي، يبقى 2 اكس بيجر ذان اور ايكوال 7، يبقى الاكس بيجر ذان اور ايكوال 3.5. هنا ودي ال5 يبقى 2 اكس ليس ذان اور ايكوال 3، يبقى الاكس ليس ذان اور ايكوال 1.5. تمام تمام، حلنا الجبريك. تعال نحلها بقى جرافيكال. قلت لك ماشي، رحت عامل كده، هرسم الابسوليت فاليو بالازرق، او دي هرسمها بالازرق ودي هرسمها بين بالاسود. سؤال، هل انت تعرف ترسم دي بدماغك؟ لا، عشان الاكس قدامها رقم. خلاص اعمل جدول. ايه الرقم اللي في النص؟ الجدول بتاع الابسوليت فاليو، معلش يبقى فيه ثلاث ارقام، دي الاكس ودي الواي. ايه الثلاث ارقام؟ اولا الرقم اللي في النص، مين الرقم اللي في النص؟ اللي يعمل دي زيرو. طب 2x ماينس 5 ايكوال زيرو، ودي ال5 الناحيه الثانيه 2x ايكوال 5، الاكس ايكوال 2.5. خلاص لو الاكس ب 2.5 الواي هتطلع بكام؟ بزيرو. جرب رقم بعد 2.5. واحد قال لي يا مستر 3.5، ما تبقاش غبي، ما انت ما يبقاش الرقم عندك ديسيمال وانت تعوض برقم ديسيمال. ايه الرقم اللي بعد 2.5؟ واحد قال لي 3، قلت له ابعد شويه، قال لي ايه 4، قلت له جدع، رحت كاتب 4. ايه الرقم اللي قبل 2.5؟ قال لي 2، قلت له لا ابعد شويه، قال لي 1. عوض ب 1 هنا 2x، يعني 2 تايمز 1 ب 2 ماينس 5 نيجاتيف 3 جوه الابسوليت فاليو تبقى 3. عوض ب 4، 2 تايمز 4 8 ماينس 5 طلعت ب 3. تمام تمام، عوض وارسم. عند ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. عندي الزيرو 2.5 وزيرو، ادي دي 2 وادي 3 2.5 اهي يعني.
طيب 1 و 3 1 و 3 ادي 1 1 2 3 وادي ال 1 وادي ال 3 هنا شويه. طيب والثانيه 4 و 3 ادي 4 و 3 وصل. رحت موصل كده بالمسطره وصلت كده بالمسطره. طب يلا ارسم لي بقى ال 2 دي بالاسود. طب ماشي 1 2 رحت عامل عندي ال 2 اهو. طب جيت نزلت هنا فين؟ عند 1.5. جيت نزلت هنا فين؟ عند 3.5. طيب سؤال بقى صغير. هو قال لي هنا انا عايز البيجر ذان اور ايكوال تو، يعني الابسوليوت فاليو يبقى فوق الرسمه اللي بالازرق يبقى فوق وال2 يبقى تحت. هتلخبطك، بص الناحيه الثانيه. ال2 تبقى تحت والابسوليوت فاليو فوق، ال2 هي اللي تحت والابسوليوت فاليو فوق، الاسود تحت والازرق فوق، ال2 تحت والاسود والازرق فوق. فين بقى الحته اللي الاسود فيها تحت والازرق فيها فوق؟ قبل ال 1.5 وبعد 3.5 صح؟ يعني انت لو هتكتبها اجابه هتكتب لي كده. هتكتب لي من نيجاتيف انفينيتي لحد ال 1.5 ثانيه واحده بقى اوبن ولا كلوزد؟ قال لي اور ايكوال يبقى دي كلوزد. والناحيه الثانيه من 3.5 كلوزد لحد الانفينيتي. قشطه؟ واحد قال لي يا مستر انت خدت النمبر لاين كله ما عدا الحته اللي في النص. اقول له جدع تعالى كل النمبر لاين يعني ار ما عدا، احفظ دي بقى. لو هنا كلوزد خليها انت هنا اوبن. من 1.5 ل 3.5. ليه؟ عشان انت بتقول لي انا هاخد كله ما عدا الحته اللي في النص. طب 1.5 هي تبعي، 3.5 هي تبعي، فمش هتمشي. دول الناس اللي هيمشوا. تمام يا بطل؟ تمام يا بطل. طب سؤال، اديتك السؤال ده هتعمل ايه؟ نفس الحركه يا مستر. ما السؤال ده هيرجع لاصله اللي هو عامل ازاي؟ سكوير روت باور 2 هتبقى 2x 3 في النص ماينس كتبت ماينس، يعني ابسوليت فاليو 2x ماينس 3 بيجر ذان كام؟ 5. 2x ماينس 3 بيجر ذان 5 زي دي بالظبط. تمام؟ تمام؟ وارجع اقول لك نصيحه مني انا. انا ما بعتمدش على الرسم عشان ممكن ايدك تيجي كده شويه، تيجي كده شويه. انت هات لي السوليوشن سيت الاول الجبريكالي. تمام؟ تمام. بص الاجابه بتاعت السؤال ده بقى. ودي نوت كنت المفروض اقولها لك الجبريكالي بس اقولها لك دلوقتي. هتفيدك. لما اقول لك كده ابسوليت فاليو اكس ماينس 1 بيجر ذان نيجاتيف 1، ولما اقول لك ابسوليت فاليو اكس ماينس 1 ليس ذان نيجاتيف 1. لو ابسوليت فاليو اكبر من نيجاتيف ولو ابسوليت فاليو اصغر من نيجاتيف. مبدئيا هل ينفع الابسوليت فاليو يطلع رقم اصغر من نيجاتيف؟ استحاله. ما عشان الابسوليت فاليو ده بتطير النيجاتيف. فلو اي ريزلت هنا بنيجاتيف الابسوليت فاليو هتخليه يبقى ده ممكن يطلع رقم اصغر من نيجاتيف 1؟ لا استحاله. يبقى دي كام؟ فاي. دي فاي. طب هنا لا انا لازم ادور على الاجابه هنا. هتدور عليها ازاي بقى؟ صل على النبي. اللي هيفهمك الاجابه ويخليك مقتنع الرسمه. ابسوليت فاليو اكس ماينس 1 هتروح ناحيه اليمين خطوه، رحت عامل كده نفس الحركه هنا اهي. طيب فين النيجاتيف 1؟ النيجاتيف 1 هتنزل عند 1 وتشد خط. رحت نازل عند النيجاتيف 1 اهو شديت خط. عند النيجاتيف 1 اهو شديت خط. سؤال يا مصطفى، هنا بقول لك الابسوليت فاليو اصغر من نيجاتيف 1 يعني تحت النيجاتيف 1 صح؟ هل في ابسوليت فاليو، هل في ازرق تحت الاسود؟ يبقى السوليوشن سيت هنا ايكوال كام؟ هنا على طول فاي. ما هو مفيش حاجه وانت بالمنطق عارف ان مفيش ابسوليت فاليو يطلع اصغر من رقم نيجاتيف. طب هنا انا بقول لك الابسوليت فاليو اكبر من نيجاتيف 1 يعني فوق النيجاتيف 1. فين الابسوليت فاليو اللي فوق النيجاتيف 1؟ ايه ده؟ ده كل الرسمه فوق النيجاتيف 1 صح؟ يبقى السوليوشن سيت هنا يبقى كام؟ يبقى اور. تمام؟ ودي حته مهمه قوي. السوليوشن سيت ابسوليت فاليو اكبر من رقم نيجاتيف على طول اور. ابسوليت فاليو اصغر من رقم نيجاتيف يبقى فاي. طب لو اصغر من زيرو هقول ايكوال زيرو بس. لو ابسوليت فاليو اصغر من زيرو اور ايكوال زيرو هقول ايكوال زيرو بس. تمام يا راجل يا محترم؟ تمام يا راجل يا محترم. كده انا خلصت الابسوليت فاليو انيكواليتي الجبريكالي وجرافيكالي. طيب فاضل الجزء الاخير بقى. الجزء الاخير ده مهم قوي. مهم قوي. ليه؟ ملوش علاقه بالدرس، ما بيجيبش سيره الابسوليت فاليو، بس يدخل لك الابسوليت فاليو فين؟ في الدومين، في الايفن والاود. يدخل لك الابسوليت فاليو في اسئله بتاعه دروس قديمه خدتها ليسون 1 و 2 و 3. فتعالى نشوف الاسئله دي ازاي اجيب الدومين في الابسوليت فاليو لما يجي لي في اسئله. قشطه قشطه. تعالى نشوف. طيب
تعال نشوف الاسئله بعد كده بقى. بتقول لي فايند ذا دومين، انا عايز الدومين في الاسئله دي. هي اسئله خدناها قبل كده بس مدخل فيها ابسوليوت فاليو. طب تعال نشوف، صل على النبي. هو ده اف اوف اكس ايكوال 2 على اكس ابسوليوت فاليو اكس ماينس 1. افكرك بقى، بنفتكر الدومين كان بيجي ازاي. لو معايا سؤال فراكشن ار ماينس اللي بيعمل 0 تحت، ار ماينس اللي بيعمل 0 تحت، ار ماينس اللي بيعمل 0 تحت، اجيب اللي بيعمل 0 تحت ازاي حبيبي؟ ساوي اللي تحت ب 0 ابسوليوت فاليو اكس ماينس 1 الكلام ده كله ايكوال كام؟ 0. تعرف تحل السؤال ده؟ ايه ده؟ ما ده الدرس بتاع النهارده. ايوه بس هو ماشي كده. تعالوا ادي لون الناحيه الثانيه، ابسوليوت فاليو الاكس ايكوال كام؟ 1. يبقى الاكس ايكوال كام؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 1. يبقى الدومين بتاعك بيجي ازاي؟ ار ماينس اللي بيعمل 0 تحت 1 ونيجاتيف 1. سؤال كمان والنبي، ابسوليوت اف اوف اكس ايكوال 3 على ابسوليوت فاليو اكس ماينس 1. تعالى نجيب الدومين، هتجيب الدومين ازاي؟ بساوي اللي تحت ب 0 عشان اعرف مين اللي بيعمل 0. ايه ده؟ نفس اللي قبلها. ثانيه نشوف، يمكن كتب كاتب حاجه ثانيه. هي نفس اللي قبلها بس دي كانت بلس، دي كانت بلس بقى. طب تعالى هتساوي اللي تحت ب 0 ابسوليوت فاليو للاكس بلس 1 ايكوال كام؟ 0. ودي ال 1 الناحيه الثانيه، يبقى ابسوليوت فاليو للاكس ايكوال نيجاتيف 1. طب بالله عليك ده ينفع؟ ما ينفعش ابسوليوت فاليو تطلع بنيجاتيف، مرفوضه يا معلم، يبقى ريفيوز. يبقى دي تديني فاي صح؟ طيب اقول له الدومين ايكوال ايه بقى؟ اقول له الدومين ايكوال فاي؟ لا، هو الدومين ايكوال ار ماينس اللي بيعمل 0 تحت. ايه اللي بيعمل 0 تحت؟ مفيش حاجه بتعمل، يبقى ار بس. فاهمان معلم؟ فاهمان معلم. طب الدومين بتاع الروت كان بيجي ازاي بقى؟ فكرني. الدومين بتاع الروت، اللي تحت الروت بيجر ذان اور ايكوال 0، اللي تحت الروت بيجر ذان اور ايكوال 0، اللي تحت الروت بيجر ذان اور ايكوال 0. مين اللي تحت الروت؟ 5 ماينس ابسوليوت فاليو للاكس بيجر ذان اور ايكوال 0. ابسوليوت فاليو بالنيجاتيف وديها الناحيه الثانيه بالبوست، يبقى 5 بيجر ذان اور ايكوال ابسوليوت فاليو للاكس. هتلخبطك، اعكس السؤال. ابسوليوت فاليو للاكس less than or equal مين؟ 5. ايه ده؟ هي لو less than بعمل ايه؟ بحط الاكس في النص. لو less than بعمل ايه؟ بحط الاكس في النص. اهي الاكس في النص يا عم، ما بين ال 5 ما بين النيجاتيف 5. يبقى الدومين بتاعي ايكوال ايه؟ هتقول لي من نيجاتيف 5 كلوزد لحد ال 5 كلوزد. واحده كمان، ابسوليوت فاليو للاكس ماينس 5، اللي تحت الروت بيجر ذان اور ايكوال 0. مين اللي تحت الروت؟ ابسوليوت فاليو للاكس ماينس 5 بيجر ذان اور ايكوال 0. ودي ال 5 الناحيه الثانيه، ابسوليوت فاليو للاكس بيجر ذان اور ايكوال 5. طب ابسوليوت فاليو للبيجر ذان بتتحل ازاي؟ حبيبي اكس بيجر ذان اور ايكوال 5، اكس ليس ذان اور ايكوال نيجاتيف 5. يبقى الدومين بتاعي ايكوال ار ماينس، لو هنا في اور ايكوال يبقى هنا اوبن. مين ومين؟ نيجاتيف 5 و5. تمام؟ تمام. طب اخيره، اف اوف اكس ايكوال 1 على سكوير روت 5 ماينس ابسوليوت فاليو للاكس. تعملها ازاي دي؟ اللي تحت الروت بيجر ذان الزيرو بس، اللي تحت الروت بيجر ذان الزيرو بس. ليه؟ عشان الروت تحت. يبقى 5 ماينس ابسوليوت فاليو للاكس بيجر ذان الزيرو بس. طب ودي دي الناحيه، ودي دي الناحيه، 5 بيجر ذان ابسوليوت فاليو للاكس. يعني ايه هي ابسوليوت فاليو للاكس ليس ذان مين؟ 5. ابسوليوت فاليو للاكس ليس ذان ال 5، يبقى الاكس ما بين ال 5 والنيجاتيف 5. يبقى الدومين بتاعك ايكوال كام بقى؟ نيجاتيف 5 و 5. فهمان معلم؟ فهمان سيدي. ايش عليك، حد عنده اي مشكله؟ طيب كده نكون خلصنا الدرس بتاع الابسوليوت فاليو ده، كان اخر درس في يونت 1. طيب احنا كده الفيديو ده لو انت وصلت له دلوقتي، انت كده خدت يونت 1 الجبرا، الليميت خدته لحد الانفينيتي، والساين لو والكوزاين لو. قشطه قشطه، ذاكر كويس، حل اللي تشوز. احنا اتاخرنا في الفيديوهات بس كله تحت السيطره يا معلم. قشطه عليك، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.